البداية معك سعد. إذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني يوقع قانونا لضم المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا، وبطبيعة الحال هذه تعتبر الخطوة الأخيرة، ولكن في المقابل هناك مساعدات إضافية من جانب الأمريكي إلى أوكرانيا. كيف تبدو آخر المواقف والتصريحات لديك؟ نعم بالفعل صرمد، يعني وقع بوتين أمس الثلاثاء على 4 قوانين، حقيقة هي قوانين قبول معاهدات أو التصديق على معاهدات انضمام هذه المقاطعات الأوكرانية الأربع إلى الدولة الروسية، وبهذا الشكل تنتهي كافة الإجراءات القانونية والدستورية بضم هذه الأراضي لتصبح أراضي روسية خالصة، يسري عليها كل ما يسري على مجمل الأراضي الروسية فيما يتعلق تحديدا في هذه النقطة وفي هذه المرحلة بمسألة التأمين العسكري والأمني. بحكم الواقع باتت هذه المقاطعات مقاطعات روسية، لكن بعض أجزاء منها لا زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية، بحكم القانون هي باتت مقاطعات روسية خالصة، ولهذا وقع بوتين أيضا أمس 4 مراسيم بتعيين حكام هذه المقاطعات الأربع في مناصب قائمين بأعمال رؤساء المقاطعات تسري عليهم ذات القوانين التي تسري على تعيين حكام ورؤساء المقاطعات الروسية. ما يعني أننا ندخل الآن في مرحلة جديدة، باتت هذه الأراضي أراضي روسية، يتوجب على الدولة الروسية صيانتها وأمنها كما صرح بوتين أكثر من مرة، كما صرح المسؤولون الروس أكثر من مرة باستخدام كافة الوسائل، بل وبلغ الحد ببعضهم إلى الوصول إلى التهديد والتلويح بإمكانية استخدام السلاح النووي. على خلفية ما قام به الجانب الأمريكي وتحديدا بعد المكالمة الهاتفية أمس ما بين الرئيس جو بايدن والرئيس زيلينسكي وإعلان الرئيس جو بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا أخذا في الاعتبار أن هذه الأراضي أراضي روسية، وفقا لبعض المصادر هنا يتوقع أن يوجه بوتين خطابا للشعب اليوم يغير فيه من الوضعية القانونية لهذه العملية العسكرية الخاصة التي وصفت منذ البداية بأنها عملية عسكرية خاصة نظرا لأن تجري على أرض دولة أخرى وهو لم يعلن الحرب على أوكرانيا، لكن بما أن هذه الأراضي باتت أراضي روسية يحق له تغيير هذه الوضعية، تغييرها إلى ماذا؟ إلى عملية مكافحة إرهاب، وهذه العملية وفقا للتوصيف القانوني الروسي تحتمل أو تسترعي إمكانية توسيع نطاق استخدام الوسائل العسكرية والوسائل الأمنية للدفاع عن هذه الأراضي، نظرا لأن هناك تقريبا 40% من أراضي دونيتسك لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، 40 تقريبا إلى 50% من مقاطعة زاباروجيا لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وجزء كبير من خرسون، وأخذا في الاعتبار أيضا أن القوات الأوكرانية تشن هجوما مضادا مكثفا في عدة محاور. اليوم تحديدا أعلن عن صد هذا الهجوم في منطقة خرسون، بالأمس كان هناك هجوما في شمال دونيتسك وكذلك في لوغانسك، ما يعني أننا بالفعل بصدد الدخول إلى نطاق أوسع من العمليات العسكرية خلال الأيام القليلة القادمة. نعم.